إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أهلا بك في قناة عالم الكوكتيل وطيور الزينة. استكمالا لبرنامج أسرار النجاح والتميز، هنتكلم النهاردة عن حلقة جديدة في ضمن البرنامج دوت، إزاي تغذي عصفور الزينة، أو إيه هي التغذية المثالية لعصفور الزينة اللي أنت المفروض تقدمها له بحيث تاخد من العصفور أعلى جودة وأعلى إنتاجية في العش الواحد. ولو لا قدر الله حصل معاك مشاكل في التربية أو مشاكل في التغذية، تعرف إزاي وإيه هي العوائق أو إيه هي الحاجة اللي بتأثر على الإنتاج. يلا بينا نبدأ على خير الله. في البداية احنا اتكلمنا في البرنامج بتاعنا او في سلسلة الحلقات اللي احنا عملناها، اول حاجة قلنا كان الحلقة رقم 1 اتكلمنا عن طريق اختيار المكان المناسب للتربية، وجبنا اكتر من مكان وقلنا نجهز المكان دوت ازاي ونعمل فيه ايه. والحلقة التانية اتكلمنا عن الاضاءة المثالية لطيور الزينة، وقلنا الاضاءة قد ايه بتأثر في عملية الانتاج والتخصيب وصحة العصفور عامة ودورة الانتاج في كل قش. والحلقة التالتة اتكلمنا فيها عن اختيار القفص المناسب لطيور الزينة، وعملنا كان في لينكات كنا عاملينها قبل كده او فيديوهات قبل كده ممكن ترجع لها لو انت حابب، كنا بنتكلم فيها عن القفص المثالي لكل عصفور وايه القفص المناسب وايه مشتملات القفص اللي المفروض تكون موجوده. الحلقه الرابعه كانت بتتكلم عن نقل الطيور الزينه بطريقه صحيحه، على سبيل لو انت بتنقل عصفور جديد مش يبقى انت جايب عصفور جديد ويبقى انت السبب في انك خليته يمرض او كده، فازاي تنقله سواء اذا كان في الصيف او في الشتاء، لان كل فتره بيكون لها تأثير على العصفور ولها تغليفة معينة أو بيئة معينة لازم تجهزها للعصفور بتاعك. وكان الفيديو رقم 5 أو الحلقة 5، وكانت الحلقة اللي هي اللي فاتت اتكلمنا فيها عن فحص طيور الزينة قبل الشراء عشان ما تقعش تكون ما تبقاش ضحية الواحد يكون عاوز يخلص من أي عصفور عنده مشكلة ويبقى أنت لبست في العصفور ده، وإزاي تختار العصفور وإيه الأسس اللي المفروض تختار عليه. وممكن يكون اللي بيباع لك ما عندوش درايه بان العصفور دوت مريض، وحصلت معايا كتير ان اشتريت قبل كده ايام زمان ايام ما كنت بادئ اشتري من الناس، كنت اشتري العصفور واكتشف ان العصفور فيه مرض او حاجه ما يبانليش الا غير بعدها بكام يوم، او في عنده اعاقه او عنده مشكله في الريش ما تظهرليش الا غير بعدها بكام يوم. في الفتره الحاليه لما بقيت احسن او ادخل طيور جديده عندي بحيث ان انا ارقي مستوى او اغير دم او انتخب سلاله او اعمل اي شيء جديد في المزرعه عندي او في مكان التربيه، بقيت انقل طيور غير ما كنت بادئ زمان. الفيديو رقم 5 ده هيفرق برضو معاك ازاي تشتري طيور جديده. النهارده هنتكلم ان شاء الله عن تغذيه طيور الزينه. تغذيه طيور الزينه مش معناها انك تقدم اكل للطيور بعدد كبير في وقت قليل، لا كده الفكره عند الناس غلط. امال ايه الصح؟ في حاجه بس اساسيه عاوز اتفق معاك عليها في موضوع تغذية طيور الزينة، هي ان العصفور سواء اذا كنت انت بتربيه زوج واحد او 10 ازواج، ده ملوش علاقة بكمية الاكل اللي انت بتقدمها او بسعر الاكل اللي انت بتقدمه. كل زوج بتقدمه لازم يكون له تغذية مناسبة لحجمه وتغذية متنوعة ومستمرة، ده شيء. لو انت بتربي الطيور عندك بغرض الربح او بغرض لمزاجك حاجة يعني انت حاببها، الاثنين لازم بيفترضوا عليك انك تغذي العصفور بصوره قياسيه وصوره صحيه ويكون في تنوع دائم عندك في التغذيه. طيب التغذيه معناها ايه؟ او ازاي اغذي العصفور؟ انت لما بتقدم للعصفور بتاعك البلقم والفلارس والدنيبه لو انت بتقدم دنيبه للطيور، ولب اذا كان العصفور بتاعك كوكتيل او فيشر او روز او ايا كان نوع العصفور اللي هو بياكل لب، ده مش معناه انك كده غذيته. لا كده انت بس قدمت له الحاجه اللي تخليه يعيش. طب اغذيه بقى ازاي؟ تغذيه بانك تنوع له في البذور اللي ممكن تقدمها له مع الوجبات اللي انت بتقدمها. طيب زي ايه؟ اتكلمنا قبل كده برضو قلنا في حلقه ان في حبوب متنوعه كتيره ممكن تقدمها زي بذر الجرجير والكتان والفجل والرحاب الرشاد والبذر البرسيم وانواع كتيره جدا، قلنا حوالي بتاع حوالي 15 نوع تقريبا، والدخن وخلافه انواع كتيره جدا من الحبوب ممكن تقدمها، وقلنا ازاي نقدم ديت برضو هيجي لك دلوقتي على الشاشه لينك بتقديم او ازاي تستفاد بالحبوب اللي بتقدمها اقصى استفاده لو العصفور عندك محبش ياكلها. طيب دي كده الحبوب اللي المفروض تقدمها بجانب الحبوب بتاعتك او تضيفها مع الخلطات. طب ايه تاني الاكل اللي ممكن اقدمه؟ في عندك زي وجبه البيض، وجبه البيض دي تعتبر الوجبه السحريه
لعصفور الزينه، ايا كان بقى، كان كوكتيل او بادجي او ايا كان نوعه ايه، او روز او حتى بغبغانات. البيض دوت او الوجبه ديت وجبه اساسيه لازم تكون انت حريص انك تقدمها للعصفور عندك، ولو حتى مره واحده كل اسبوع، سواء اذا كان زغلول او شاب او معاه بيض او معاه فروخ. لو معاه فروخ هنتكلم دلوقتي نعمل ايه. البيض دوت المفروض تنوع فيه وتقدمه للطيور بتاعتك باستمرار. ازاي؟ مره بيض تضيف عليه بقسماط، مره بيض بالجزر، مره بيض بالبروكلي، مره بيض تحط عليه كوسه، مره بيض تحط عليه بريد ماكس. بريد ماكس دوت منتج كده بيضيف قيم غذائيه كده، وحاجه زي البقسماط كده بس فيه قيم غذائيه عاليه، معموله من شركه يعني كبيره، هي بتقدم في المنتج دوت عناصر غذائيه كتير بحيث انها تفيد العصفور جسمه في كل معلقه. والحاجات دي كلها لو انت جيت بصيت عليها او الاضافات اللي انت بتضيفها على الاكل ديت، لو انت حسبتها في القيمه الغذائيه اللي بتيجي منها، هتلاقي ان التكلفه بتاعتها تعتبر يعني مفيش حاجه، زيرو يعني. ولو انت عندك مجموعه كبيره وبتجيب لها الاكل دوت، هتلاقي برضو ان التكلفه بتاعتك يعني لكل زوج اقصى حاجه بياكلها في الشهر عندك 30 جنيه او 40 جنيه. في حين ان انت لو اكلته بركه مختلف بس، هتلاقي التكلفه بتاعت التغذيه حوالي 15 او 20 جنيه. فلو جيت بس هتلاقي الفرق بسيط 10 او 20 جنيه لكل زوج، في حين ان انت هتاخد منه انتاجيه اعلى وعدد بيض اكتر، وحجم البيضه نفسها والزغلول اللي هيطلع هيبقى حجمه مميز، فبالتالي سعره هيكون اعلى. وبلاش حتى نتكلم عن السعر، هيكون عصفور انت حابه اكتر ويكون صحته كويسه، وتبقى انت تجنبت موضوع الامراض الكتيره اللي انت ممكن تقع فيها بسبب سوء التغذيه او بسبب سوء الحاله الصحيه للعصفور. طيب اتكلمنا عن كده وجبه البيض، ايه تاني ممكن؟ وجبه الغله، او ان لازم برضو تكون حريص على تقديم وجبه الغله. الغله ازاي نعملها ونحضرها ازاي؟ في برضو لينك هيطلع لك دلوقتي على الشاشه. تمام، ايه تاني كمان؟ الخضروات. الخضروات اللي انت بتقدمها للعصفور ديت مهمه جدا في عمليه التخصيب عند العصفور، وفيها قيم غذائيه عاليه جدا المفروض انت ما تهملهاش. لازم كل اسبوع تقدم مره في الاسبوع خضروات زي الجرجير او الفجل. جرجير، فجل، خس، اعواد برسيم. البرسيم مش اعواد بقى، نقولها صح اكتر، اوراق برسيم. اي حاجه من دول المفروض انت بتقدم بس الورق بتاعها. الخس تاخد بس الورق الاخضر بتاعه وتقدمه، الجرجير تشيل بس الورق بتاعه وتقدمه. وفي فيديوهات موجوده برده في موسوعه اللي عملناها اسمها هنا على القناه، اسمها او بلاي ليست اسمها ماذا تاكل طيور الزينه. لو دخلت عليها واتفرجت عليها هتلاقي فيها كل شيء بيتكلم عنه بالتفصيل، وتقدم ده ازاي وده ازاي. تمام، الخضروات ديت او الثلاث حاجات دول، البيض والغله والجرجير، دول كده بيسموهم الوجبات السحريه اللي بتساعد او بتحسن عمليه الانتاج عند العصفور، بتخلي عنده نشاطه حيوي. طيب انا كده عرفت الثلاث حاجات دول اساسيين لازم يكونوا معاك كل اسبوع. طب لو انا حبيت بقى اضيف واجود، بص باستمرار في كل ما بتعمل حاجه في الاحسن منها، كل ما بتجود في شيء في احسن منه، ممكن تعمل كمان احسن، ممكن تزود كمان. طب ازود ايه كمان؟ الفواكه. طب اقدم فواكه زي ايه؟ في عندك زي الموز، البرتقال، التفاح، الجوافه، الكمثري، العنب، بياض البطيخ مع سنه من الحمار. جميع انواع الفواكه ممكن تقدمها لعصفور الزينه، عشان بس انا ممكن انسى نوع فاكهه ولا حاجه. كل شيء ممكن تقدمه، ما عدا بس نوعيه واحده او شيء واحد قالوا ان هو يعتبر سام شويه على الطيور، اللي هو الكيوي. الكيوي الصغير ده، قدم كل حاجه معاه الكيوي، بلاش تخوض التجربه. في ناس حبت تغامر وتاكل الكيوي تحديدا وتشوف هيأثر على العصفور ولا لا، لقوا ان العصفور ما تسممش ولا اي شيء، لان هو في شيء اساسي بس بيتكلموا عليه في موضوع طيور الزينه، ان اي فاكهه بتقدمها للطير لازم تكون منزوعه البذر، لان البذور دي بتعتبر للطيور صعبه الهضم، فبتعمل تسمم معوي للطير، فما ينفعش انك تقدم اي فاكهه يكون فيها بذور، تشيل البذور وتقدم بس الفاكهه نفسها. طب الفتره اللي قدم فيها الفاكهه للطير قد ايه؟ تكون لمده ساعتين بس، وبعد كده بتشيل الفواكه من قدام العصفور. طب سواء اكل او ما اكلش اعمل ايه معاه؟ لو العصفور ما بياكلش فاكهه اعمل ايه؟ اقدم له نوع تاني من الفاكهه، يعني ما اكلش موز حط له برتقال، ما اكلش برتقال حط له تفاح، ما اكلش جوافه حط له عنب، ما كانش عنب حط له، وهكذا. نوع العصفور بتاعك، ومش لازم ان هو ياكل الفاكهه اللي انت حاططها له. في طيور بيبقى عندها قابليه انها تاكل اي فاكهه او اي شيء تقدمه له، ده شيء جميل جدا بيبقى من العصفور. طيب لو انت العصفور اللي عندك ما بياكلش جميع انواع الفواكه تعمل معاه ايه؟ او ما بياكلش جميع البيض ولا الغله ولا اي شيء تعمل معاه ايه؟ انا انصحك ان لو في عصفور عندك بالنوعيه دي انك ما تقتنهوش، خليه عندك بس مجرد زينه، ما تنتظرش منه انتاج جيد، لان انت بتدور، احنا بندور على المثاليه، او ان احنا نحاول نحسن الانتاج. هتحسن الانتاج ازاي اذا كان العصفور اللي عندك رافض حاجات كتير جدا غنيه بالقيم الغذائيه؟ يرجع بقى الموضوع ليك انت، هل انت حابب العصفور دوت كشكل وعاوز تخليه؟ خلاص مفيش مشكله،
لكن لو انت بتدور بقى من ناحيه الربح بقى والفلوس بقى وكلام من ده، لا يبقى انت ما تحتفظش بعصفور يكون ما بياكلش كل حاجه. طب ما هو كده كده هيوقعك في مشاكل وهيشغلك باستمرار. لا، انا الاحسن بالنسبه لي اجيب عصفور يكون زغلول او شاب وانا ربيه عندي واقدم له انواع الفواكه هياكل كل شيء، او اشيل الطيور من عند حد يكون ثقه يكون بينوع في الاكل للطيور، فلما اخد منه العصفور ده طبيعي لما اجيبه عندي هياكل اي شيء وياكل اي حاجه، فهيبقى الموضوع بالنسبه لي سهل. التغذيه والتنوع في الاكل بيعود عليا بالنفع في اكتر من حاجه، زي ما قلت لك انك تاخد بيض كتير، تاخد بيض يكون مخصب، تاخد صحه فروخ، تاخد عدد كتير وسليم واول فرخ زي اخر فرخ في التغذيه، باستمرار تحافظ على الزوج اللي عندك اللي عمال بينتج كل عش، وكل عش باستمرار تلاقي الانتاجيه عنده اعلى وصحته كويسه. عصفور الطيور الزينه لو انت مثلا بنتكلم عن البادجي بينتج لمده 7 سنين، عصفور الكوكتيل بينتج لحد 14 سنه. لو انت من اول صغره ما اهتمتش بالتغذيه بتاعته وعمال بتنوع له، يبقى انت كده مش هتاخد منه الانتاجيه اللي في دماغك اللي انك توصل لها. ده شيء لازم تكون يكون في الحسبان عندك. طيب التنوع بقى في الاكل معناه ايه؟ التنوع في الاكل او انك تقدم اكل لطيور الزينه معناه ان انت كل يوم تحط حاجه جديده، بس ما ترهقش نفسك بيه. يعني الفواكه اللي بتكون عندك موجوده في البيت، يعني انت باستمرار كل يوم والتاني بيبقى عندك فاكهه في البيت، تفاحه مثلا واحده ممكن تكفي 4 ازواج، برتقانه واحده تكفي 4 ازواج او 5 ازواج، الموزه ممكن تقسمها على 4 ازواج، يبقى حاجات بسيطه جدا وعملت منها تغذيه للطير بتاعك. طيب لو انا بقى عندي فروخ طالعه او قص تحتيه فروخ اغذي ازاي؟ لو احنا ما عندنا قص عنده فروخ، لازم كل يوم احط له بيض، يوم بيض ويوم غلة، يوم بيض ويوم غلة باستمرار. طيب يوم بقى الجمعة، أنا عن نفسي بثبت يوم الجمعة بيكون جرجير عشان مش أنسى وأتلخبط مع الجدول، يبقى يوم بيض يوم غلة، يوم بيض يوم غلة، وهكذا طول الأسبوع طول ال6 أيام. اليوم السابع بحط الجرجير أو الفجل أو الخس، فالتنوع بيكون مطلوب. طب الفواكه ديت أقدمها إزاي؟ بحط الصحية مثلا حطيت بيض، بالليل تحط مثلا برتقان، تاني يوم حطيت غلة، بالليل تحط مثلا جوافة، تالت يوم حطيت بيض، تحط مثلا أي شيء بقى نوع باستمرار، كل يوم يكون عندك بيض غلة، بيض غلة باستمرار، وبالليل تحط نوع فاكهة جديد. كده يكون أنت كده غذيت العصفور بتاعك واهتميت بصحته. ممكن بقى كمان لو أنت عاوز أحسن، في كمان أحسن ممكن أقول لك عليه كتير، بس أنا بس مش حابب إن أنا أرهقك وأقول لك هات واعمل واعمل واعمل. في وجبات كتير جدا غنية تفيد العصفور وتفيد صحته وتغذيه وتاخد منه انتاجيه كمان اعلى واعلى. انا عاوزك بس تبدا مع الطير بتاعك، تهتم اهم شيء بالوجبه السحريه او وجبه او الوجبات المحفزه على التزود والانتاج والحيويه، اللي هم ال3 حاجات: البيض، الغله، الجرجير. ده شيء اساسي لازم يكون عندك كل اسبوع، سواء كان العصفور زغلول او شاب او كبير بتحضره للشغل. لو بدا يفرخ او في تحتيه زغاليل بدات تفقس، قلت لك تعمل معاها ايه؟ ده اساسي. بعد كده تبدا تجود وتحط بقى موضوع الفواكه لو انت ما كنتش بتحطها. بعد كده لو انت حبيت بقى تزود كمان، ممكن بقى تضيف الوجبات بقى على وجبه البيض بالبقسماط، تحط عليها بقى بذر جرجير، بذر كتان، بذر فجل، وهكذا. لما تبدا تعمل الموضوع دول، في حاجات تانية ممكن تضيفها كمان، وفي وجبات تانية جميله ممكن تقدمها للطير، تاخد منه انتاجيه اعلى وتاخد منه عصفور صحته احسن. هتلاقوا الحاجات دي كلها موجوده باستمرار وبنعمل لها تحديث على بلاي ليست اللي هي اسمها هنا على القناه ماذا تاكل طيور الزينه. تابع البلاي ليست دي باستمرار، هتلاقي كل فتره بنحط فيها اكله جديده وفكره جديده تقدمها للطير بتاعك. اتمنى ان يكون الفيديو مفيد وانت عرفت منه تاكل ازاي وتهتم ازاي بالتغذيه عند العصفور. لو ليك اي سؤال او اي استفسار شرفني بالتعليق تحت الفيديو، ولو الفيديو عجبك ما تخش عليه وتعمل لايك وشير عشان اجالك استفاد بالفيديو. تحياتي ليك، سلام عليكم.